لازم تطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم سلسلة من الكافي الجزء الأول في الحلقة الأولى. طبعا سلسلة أنا ومع أبو صادق بس اللي هو اسمه جعفر بس قط وجهه مستردف ما نشهد. هذا حركة دولي. الحين للحلقة يمكن شفت عندنا دايمود وأسلحة دايمود وبلاكات كل شيء يعني مضبطين وإحنا الله يسلمكم ذا من كيت من حق السيف ويعطونا كبداية لك. الحين مسكت دايموند زين الحين راح يعني في الحلقة راح ندور حق منزل. يلا مشاو يلا يلا مشاو مشاو كيف اسوي داقلي ذي؟ شفت شفت حاول تسوونها شفت زغ شفت افضل تسوي خلاص سامح ما تشوف يفع يلا امشي امشي بس فاضيين منطقة محمية ترى هنا بس سبرين يلا 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 وين انت سريع انت سريع انت اصلا مالك من الشطار ما انت شلون تعرف زي كذا؟ اسمع اشوفك توقف بعدين طحت على شيء مود هذا كذا وقف على شيء شو الحركه كذا استنوك ايه اتخلي احنا شغل الهاكر يا استغفر الله ما في هاكر اي ما تخلي ما حي يعطونك بان اي عاد الحلو بان البنت حلو من البنت حلو بان حلو بان شنو ذا؟ شنو المعبد؟ عاد حمام هذا معبد معبد استغفر الله معبد امون في شيست والله فاضي يا درب اكثر ما في شاي عايدة عاد حنكسر عايدة لا ما تقدر يمكن محمية ذي بس كسرت تجي في فاس ذي ايه كثارف هذي تنكسد ايه بلا اعطوها سبرنت قدام زيادة تعالى ما فيها وحوش ذي ما بي يسوي ذي ما بجن الليل ذا لا ما بعد دي مستقل وينكم انت بدنا نمشي بس احنا هل يصير مستقل لا عدنا احنا وراك احنا مثل الخب لا خوف اكلت شقها ذبحها افتسم شويه لان دايما نطوع صوت بجي حسن قاعد اسمع الصوت ولا ما في عندهم صوت صوت المطر ولا طفي طفيت صوت المطر وانا يو سج هذا هو الصوت حق اللي يسمونه صوت اللعبة كلها طفيتها لا بس لازم يكون حماس حق المشاهدين المشاهدين الكرام اليوم نقدم لكم شو اسمه ذاك لا لا تقدم شيء اوه بس هاي نقدم لكم سلسلة على الخويسة نقدم لكم سلسلة قالت صار مثقف حميد هالسالة من الزرافر قبل في نازلة والله تطيح في نازلة يا محمد سليت حميد طوح شوف انا قوي يوقع عندي جوج انا يا شيخ بوكا راب نفس الحركة اللي امس حميد وقف شوي ليش سريع صاير انت بس اتمع الشلك يعني اي لا نبي نلقى منطقة بسرعة خلاص نبي نشوف انه في ناس واجد نبي نلقى محل نحالنا فيه وين هالنا اسمع شو شيء مالنا حقنا حلالنا مالنا حقنا شوف هذا بيوت ما بعجبتك بيوتهم نلقى رمبع والله في ثلج الله ثلج هلا يخرب الشاشة حميد انا بخلي بيتنا من دايموند حميد اسمع بخلي بيتنا من دايموند بطل دايموند انت الله لا نعمه اي ما اشوف عادل من الثلج انا الحين كل شلون اللي بشوف اتش دي على قافله خلناك خلناك اي صدق عندي اكل وانا ما ادري كل افكر طبعا الحين السلسله ذي راح تكون انا مع وصادق الله وجعفر ويمكن يجي انا من استردث او كيجهم في اي وقت يعني يمكن يطلون واجه يعني بس كذا كذا زين وبعدين ما هالحوسه ذي المهم عليك احنا نحوس ندور الى مكان فاضي
يا شيخ اجواء مخيسه والله هنا، شوي مطر شوي ثلج. كيف اسرع عطت الوان ها سوني لا اضغط حرف الجبلي مرتين واضغط على اضغط مرتين وخليك ضيعت ثمانه واقفه ضيعت انا صدق حماد وين رحت؟ سوي لي تي في واسحابكم انسى ولنا انتظر لكم اجيكم واحد انا بدل تعالوا لي وينك؟ ضيعتك وين اللي يعطيني من ساعه راح وبجيك اصبر اصبر انا دلت واحد منكم خلنا اروح اشوف من ده ما قال لك عم سعيد وفكري وقف صديق اللي قدام هذا انت محمد وين حمايل؟ تعال ابو احفاد يشوفوني ها انا عند شو اسمه ما ادري وينك اذا بمشي ما حمايل انا بضيع حمايل انا وقف لقيت احمد لقيته تعال تعال وينك؟ لقيت حمودي تعال انا جليل الحين اجا شت كويبة شوف هذا خروف مثل صديق حمودي حمودي شوف هذا صدق 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 خوف يعني بيسوي نفس السوية ما لازم صدق السوية انا نو نو وينكم؟ تبي ساعات ما ابي شفناك يا صديق هذا لقيناك السحبة اح طيحة أليمة اخي انت تقول شفناك انا اشوفكم حماد يا اخي طالع وراها يا بس شفتكم صار نشوف من علي يطق ذا انت تطيح شكلك ابي واكل ما تفكر يا الله كله استراحه استراحه النوم هنا بكون كامل ها بس نشم يا اخي عندي فكره عجيبه يطبقونها سكريت نوسخ اللي فكره إذا شو هم قال أنا مع سكلت انحقد علينا اسمع ليش ما يسوون مايكروفت حمام لبمك زاهد كان خمس جال تحفير قام شرب ماء قام رحم خلنا نشوف إذا ما بغيت تموت بعد ينقص لك القلوب تخيل تخيل تأخر قلت فيك بيا سؤال شوف المال يموت لان ما سووها. طلعنا من الثلج يا سلام. اخيرا. ما طلعت انا للحين. ابو من الثلج من امه طلع. ايوه جاو. شو رايك في هذه المنطقة الخولة؟ اسكن هنا بس اخر زهقت من احوس. انت وحواسه بلا فايدة انت. اي. في خشب هنا 100 100. اي بس خلاص. سو كرتون تيب عشان اسوي لي بسوي لي اسوي لي اسوي لي كرتون تيب خل تلغط الزايد زين ابي ذا عصا ما يسمونه تعال خمس خشب خشب ما تساوي اكسر خشب بعيون اندرمون يا سلام اي احتراف قوي انت ما شاء الله عليك يقول كيدهم النجاح ويخاف من ذا اندرمون فضحنا دول طول هذا كم صعب رقم يا شباب واي بوينت هنية عادي اسوي لي فأس من دايموند ايوه عاد اسوي لي الحين ايه احنا نجمع خاشب طاف الدايموند يعني طنخة طنخة في الشالت انت وياه كل واحد عوق من الثون الله العظيم شوف 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 الفأس اللي عندي للملوك ذا باس للملوك جمع خاتم الحين ما في وحوش هنا اصلا على العالم طفت وحوش باي يا عيال ها مع السلامة وين بتروح؟ لا تتهور محمد وين؟ في شموع اسحب عليه اسحب عليه لا بابا ما في شموع والله شموع غريبة في شموع هنا كيف واحد داخله من زمان بس ما حل العادل في فحم في فحم مطاوة بعد الكوك صلى مطوين والله انا فعلا شموع شان صوت لي وياك ما يعطونك اياه هون بكوكس اي صاج ما انتبهت له فشلت لا بس كنت كذا يعني من كرافت اصدار جديد ابي فاحة مونة خدت فاحة مونة
كله هذا عنك. لا عاد لاقط مثلنا نجام ما بنحطه في بنحطه في المستودع ولا يبي ياخذ. هذا الكلام السلم حق مدير كبير. هو حديد. قاعد تشيل صديق شيل حديد. قاعد في الجوال يا عيال. اصلا عادي الجوال مضرب الصحة. روح شرحنا. باك وباجي زين؟ قصدي برا وباجي. باك وجعني لك من بعد ما تعدل السكايبي عند صادق عند مشلون خرف شوي. هذا ما نسوي. ما تحمس زايد. نعم. تبون خشبة قطع لكم ولا ما تبون؟ اكيد قاعد نبي نسوي احس روحي بردان في دايم مثل حط مال هنا بعد اخف الحقيبه انا اسوي خمسه دايم حطوا منينكم ها حط الدايم من وياك حميد حطوه حطيت ها نشيل بعد اي بعد كلبونا فيه بعد احنا ما يسمونه تبون عندي فحم وايد عنده حاصه متخشب انا اعطاني وايد عشان بسوي لي بسوي شموع استاك اشتري اللي ما داعي لا تحطونه في الصندوق اللي ما داعي ما تبي قطه اعطاني اياه اعطني حطني ما اريد لا انت عندك ها اسم الجوال بس خلاص هي قطة ياخذ شوف ايش جب 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 الخشب مالي مال كلها يتعفل على اي خشب ما يستحي ما في شجر يا عيال ما في شجر في شجر بس دقيقة بنروح الحين بس بسوي انا شموع في شجر هناك بروح بسرعة باجي نضيع ليش شو شكلها في كريبة في كريبة شوف فرق حمودي وينك تبدل الشجرة عشان ليش هذا صوت ما ادري شنو بتات عندك اقوم طيغاني لوارا خلا 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 طنك طقتك هي بجمع ذي اليون اللي كنا مرض فادع والله لا اخذك والله شجر الفوق كلهم هالنظام ايش ما يحطون سمك صقار وشحاء حلاد ايش يصير؟ ما اكثرش في اللعب شامعه وانتو يوم البيت عشان ما حد يغسل عندي الحين بس دقيقه بس اخذ ذيلي ما تشامعون انت نبيهم يرسبنون حماس ما بحماس لا كبير دواي لان ما لابي احد يرسبن بداية بداية مدمو ولا تبي احد يرسبن دني سهم سكلتون شكل بموت ثانية لان طيحني في حفرة كبيرة وينك؟ وخ بطني عيال شفتك 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 قلب هذا قلوب ثلاثة قلوب شفت مقلبي ها؟ تقول لا لا والله ادعي لا اسمع وات والله شو الحفرة صح صح ها؟ ايش هذا؟ اشوف ادبك حميد؟ لا سمونه ذاك يسمونه حفة عليمة ذي الصراحة اقرا اقرا تكيد امه كهف خزعبالي خزعبالي يلا بسوي يعني بيت ايش حق حديد احنا عندنا دروع وعندنا كل شيء يا اخي انت تعتمد على الدروع يموت تكسر الدروع لا ما ينكسر عندنا عندك تعال حصل ذاك يسمونه الاخضر لا ذاك المتين المتين الاخضر لاين عندي خشب مدهن وانا والله بس الطيحة اللي مساعلين اوه طلع عياله اتشاهد وانا طايح اوه عندك طلع عيال عيال يطلع عيال عيال بكريبة 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 انا ما عرفتهم والله بفجع والله بفضح الصايم لا تخلوني اشمع انا اخرب عليكم في دجاج دقاقة دقاقة يلا قرب من البيت وسحبنا عليهم والله في البيت هنا اي صدق انا شفته لعب بك الصراحة ها يخاف الرخوم صرنا الجيران لا تعال 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 بس نجمع خشم نسوي بيوت يلا بلا 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 استهبال بفتش بفتش انا
فكنت اسمه هكسد على طقة كذا ايش جاك وتناتف يا عامح ما قرر نصوف بك حركة من بدك تلقش شلون؟ من البوابة بس ما بعد يكمل ما دي كيبا انتبه كبه ما وجع الله يعافيك مو كنت بس سلمة طيب شفت اقول لك بس يجيك وانت ما تحس ولا عنده ولا صوت قسم بالله احمد لا عن خير بيت هذا المياه في كل محل وما ادري ايش صاير فيه ما شكله ابن عمي راح يتفجر يا شيخ زين على الاقل جمعوا خشب وياي عشان حق بيتنا العزيز شنو ضيعته انا؟ انا تعال تعال واك واك وانا تعال عندك سبايدر عاد حفظتم كم بيتنا انا مضيع ها سبايدر طبعا مطوارة في وجهه يعني اسمه؟ زومبي لابس دروع مطوارة اه ايدي قعد حمار يقول جمع خشب وهو ما يجمع والله جمعت واجد امشي ولا ما عندي خشب حط الدرع ماله وردي اوه بالناجي ذا ايه اخوي كمان احس اليوم طح مطر ساتش قوية ساتشة؟ يعني طح بكثرة طح بكثير جدا جدا مما ادى الى يسمونه مما ادى الى فقدان حمودي هذا العيد بس ما حد يبي كينج لا حيوان شوف يساوي صج جمع 28 حب نشوف احنا ود انت بتساوي هم يعني طفت خشب الصراحة معالقة عندي اللعبة اجمع واجد ما ثماني جرى كومة تعطني عندي 100 بس احمد عندي 100 كوين اسمع لوسي 100 بس بس كم فلوسك؟ عندي اشوف اوه ماني ماني هي يسمونه 100 في قوس في قوس اخذه بروح الشوب انا رحت الشوب ها؟ بروح المول معليش ترى سخيف اي هالسيف وشي لاق الصراحة مع كم واحد اخين ما قليل يعني بس بس فلو بس يعني سيفه مفتوح حق 600 لوح كم؟ 600 تقريبا واه اين ذهبتم؟ جولدن ابل تدري بكم؟ كم؟ بواحد 500 وال 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 25 محمد هلا كم لا تصوير؟ استغفر الله والله شو اسمه؟ ب 10000 نبوم تصوير الحين كم؟ ما عليك ما عليك انا عارف بس اذا تبيعها برخيص المهم يلا يلا الحين خلنا قطعة الذهب ب 50000 زين ابي ايش السالفة تروح هناك؟ خلنا نضبط الارضية اشتري طماطم عادي اوه تفاحة غصبا غصبا عندك غصبا يسمونه سكلتون ما عاد مو بحين الصبح عندهم منع الخشب اللي بتبنون من اوه كريب بعد حمودي وش الخشب اللي بتبنون من خشب اي خشب امشي كل بيتنا حلو ايش اللي جاي يعني انت لا ايش حاجة تتكلم اجل عيب عليك عندي اربع سكات هنا بحط حط السكين انا في الشست حق اللي ابي شمع المهم يلا بسوي البيت انا الحين ها انا قاعد اجمع خشب كفت الجبل هنا عند الحوض انا سويت لكم خشب واجد حيل اما انا ما جمعت شيء اي خشب على اي نوعيه اي شيء اي شجره اي شجره شيء لقط في الصندوق شيء لقط في الصندوق بس هذا شغلات كبير بعد ما يسمونه يقولك يلا بسوي بيت انا تعال كنت يا مستقبل تعال ربط نسق يا البيت تعال شو جد اجمع خشب اسحب الخشب ما بيكفيش اللي معانا اوكي بس خلنا اضبط انا منه
انا بسوي لي منحة حرق الحديد. تعال بقى حديد. جن 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 الحديد في الشيست ها؟ طيب بسوي لي انا ذا سمونه شيول. راتب الأرضية وانا انا في حفا راتب وانا جمع خشب. نحن نتعاون حقا. قال ماذا والله سمونا سمونا بيطح مطاك اليوم عندنا سمعت زين هذا الاسبوع اجازة تخيل حماس زين يعني ما نقدر نطلع من البيت وين بتروح اللي طلعت يعني وين بتروح طلعت بقالة كان بدون تدخل في الرمل والسيارة ما تمشي جو رومانسي جو رومانسي بالعكس رومانسي والله ما ادري مطر اجواء باردة السيارة حارقة تشوف واحد جيب يسحب سيارة يلا نبقى شيء وننهي الحلقة ها؟ ست خمس دقائق عشان يلا مشينا محمد هلا الخشب عشان يطولها خمس دقائق اطولها ساعة ولا تزعل لا انا ما قلنا ساعة بس خمس دقائق يلا شباب بالخشب نرتب الأرضية وكم شوية وننهي الحلقة ان شاء الله يستمتعون على امشي في الحلقه يعني بنسوي بدايه الحلقه يعني الاولى تعجبهم عشان بعدين نقول الحلقه الاولى هي افتتاحيه يعني فهمت علي انت نعم افهم بقى بقى الاكود عشان خشب حلو بزرعه هنا يلا بينا نروح المدينه لا نجم القمر يا عيال مشاف والله انا الحديد محطوط في الشن خلك شاف الحديد شو رايك يلا قلت اسوي لي واحد يسمونه اتهوى بسوي دواي مدنا الحين لا تتهوى الشفر بينكسر بينكسر بسرعه بسرعه خلا تحاصر اسكر بحيغذي غطيها ولا خليها هلا منظر طبيعي ولي بحيرة زين لا البحيرة ذي لا تخرب هذي اللي قدام خرب هاي زين اوف طحت فيها طحت فيها سوي الحديقة هنا يا عيني احنا شوف البحيرة والبحيرة ذي بعد اللي قدامهم مية مية دي ما بحلوة لا اللي قدام والله حلوة شوف دي سكرها ايه قاعد تسكرها انت خويس مثلك استغفر الله سريع ما شاء الله اخي سكوا اي اي بس انا مسكينه انا شنو؟ ايه في زرع انا في زرع دي الحفاظ زرع انا زرعتهم لا احد يخربهم شو تقول؟ في زرع انا زرعتهم لا احد يخربهم اوكي صدق ينفعون الشجاع سدر جميلين كافو بصادق احسن من احسن المستودع الوسخ انا قاعد ازرع انا احب الزراعه يا احمد شو السالفه انت حميد بعد هي بالكوت تشي جوي قاصع الزرع سكرك ها ما تعرفون تقعون انت واجد يا اخي بس هي احسن من دحوم اونست يفتحوا على الرجال والله ما ادري اخر السوالف كيف فايده شطح علينا ما والله كفزر يا ولد يلا يلا سكة ما بقي شيء خلصت احنا بعد شنو ما بقي شيء الحين شيل شيل هذا ما يسوي قالك شيل 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 بس
انتبه تطيح بس. هذا ترقيعكم وما يفعل ذا. لا هي كذا. لا. من اصلها. يا اخي بطيح وانا شكلي لا. انا شكلي بلعن السيارة فانا من سبة اللاج اللي مسبب لي الواسخ. والله لاج بقوة. لا بدك تحاول الشاي يرجع لك لوك كل سيارة فهي كذا. يمكن بس اليوم لان جاوبنا من الخلد او زحمة. بس احنا قلنا بندخل دخلوا باكر متخيط انا معكر بس ما عندي شيء مجال. شوف صاحي شكله احلى. سكر ذي دفنوها. كيف نحطين مشديرات اكود؟ انا غالبك كله بحيوات كله صارت ارضية شبه مستوية ارض سهلية. المهم يلا ما عندكم شيء عشان مسمونه شوف الصندوق في كل حاجة. لا عشان ايش الحين دقيقة من هي الحلقة في الاحن. تعال هلا ولا حاجة. المهم هذا نهاية هذه الحلقة. هذا نهاية الحلقة وان شاء الله استمتع في الحلقة واذا وكان معكم حمودي ومستردف وبصادق ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.